بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وقفت في التفسير في سورة البينة في المقطع الثاني. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. نكمل بعض الفوائد فيما ما يتعلق بالمقطع السابق، وهو المقطع الأول من سورة البينة، ثم ندلف إلى المقطع الذي سمعتم قبل قليل. نذكر بالمقطع الأول في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. يقول سبحانه وتعالى، هذه السورة طبعا بدأت بالنفي مثل سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يقول نفي، يقول لم، وهذه حرف نفي وجزم وقلب عند العرب. يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى أهل الكتاب، والمشركين وهم الذين ليس لهم كتاب، وهم عبدة الأصنام والأوثان والأحجار والكواكب وغير ذلك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني منتهين عن الشرك والبدع والخرافة والوثنية وعبادة غير الله حتى تأتيهم البينة. ثم ذكر أن هذا البينة هو رسول من الله صلى الله عليه وسلم، محمد، يتلو عليهم صحفا مطهرة. يتلو معنى ذلك أنه يقرأ عليهم صحفا مطهرة، وهي كتاب الله سبحانه وتعالى، عن ظهر قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. فمعنى يتلو يعني يقرأ عليهم من صدره عليه الصلاة والسلام، يتلو صحفا مطهرة، وهي صحف القرآن. وهذه الصحف مطهرة، طهارة حسية وطهارة معنوية. أما الطهارة الحسية فإنه لا يمسه إلا المطهرون، وهذا رأي الأئمة الأربعة أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وأيضا هذه الصحف وهي القرآن صحف مطهرة، مطهرة معنويا، بمعنى أن مطهرة من النقص والتغيير والتبديل والتحريف وغير ذلك. فالله تكفل بحفظ الكتاب بخلاف الكتب السماوية، وهذا من خصائص القرآن، كما قال تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون. صحف مطهرة فيها كتب قيمة، يعني في هذه الصحف كتب قيمة، يعني مستقيمة، تأمر الشخص بالاستقامة. وعلى رأس هذه الأوامر هو الأمر بالتوحيد ونبذ الشرك والخرافة والوثنية وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وغير ذلك من شرائع الإسلام. فيها كتب قيمة. ثم قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما بعد ما جاءتهم بتفرقوا في محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقول ساحر، ومنهم من يقول كذاب ومجنون إلى غير ذلك، ومنهم من آمن به ومنهم من كفر. فمن ضمن الذين آمنوا من اليهود كمثال عبد الله بن سلام الحبر، وكذلك من النصارى النجاشي ملك الحبشة في ذلك العصر. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا أي الأنبياء والرسل إلا ليعبدوا الله، والناس كذلك إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا يكفي عبادة الله فقط، وإنما لابد أن تكون عبادة خالصة، ليس مع الله شريك له في الملك وغير ذلك، ليس مع الله شريك له في هذه العبادة سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأتى بالإثبات والنفي. اعبدوا الله إثبات ولا تشركوا به شيئا نفي، وشيئا نكر صيغة مساق
أن 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 النهي فتعم كل شيء، فلا يجوز أن يعبد مع الله أحد، بل هم من الشرك. فقال: وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء يعني مائلين من الشرك إلى التوحيد. والعرب تطلق على الرجل إذا كانت قدمه مائلة يقول رجل حنيف، منه اسم الأحنف بن قيس. والله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني مائلا من الشرك إلى التوحيد، وهو ثابت ومستقيم على التوحيد حتى لقي الله. ويقيم الصلاة، يعني يقيم الصلاة بشروطها التي تسبقها وأركانها وواجباتها وسننها ولبها وروحها والخشوع فيها. ويؤتوا الزكاة كذلك، الزكاة المفروضة والصلاة المكتوبة، وذلك دين القيمة، الإشارة إلى 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 عبادة الله، عبادة الله مخلصين له الدين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم سمى ذلك دين، فقال: وذلك دين القيمة، باسم الإشارة، إشارة إلى ما سبق، وسماه دينا، قال: ذلك دين القيمة. وهذا من ضمن الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لأن الله سبحانه وتعالى قال: ذلك دين القيم، أشار إلى الأعمال، دل على أن الإيمان عمل وليس مجرد النطق باللسان أو مجرد الاعتقاد بالقلب كما يذهب إلى ذلك أصحاب الهوى والبدع. طيب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم يأتينا المقطع هذا الذي معنا، وهو المقطع الذين في قول الله تعالى: إن الذين كفروا. والكفر في اللغة العربية هو الستر والتغطية، ومنه قول صاحب المعلقة: في ليلة كفر النجوم غمامها. فالكفر هو الستر والتغطية. فالكافر سمي بهذا الاسم لأنه يجحد ويغطي نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. الله خلقه، بل أوجده من العدم ورزقه، ثم بعد ذلك يغطي نعمة الله ويكفر بالله العلي العظيم. قال تعالى: إن الذين كفروا، يقول تعالى مبينا سوء عاقبة هؤلاء الجاحدين من الكتاب والمشركين: إن الكفار من اليهود والنصارى والمشركين في نار جهنم. سميت نار جهنم بهذا الاسم من الجومة والسواد. يقول: ماكثين فيها أبدا أولئك هم شر الخليقة. أولئك هم شر البرية، عن شر الخليقة. يقول تعالى: إن الذين كفروا من الكتاب، وهم اليهود والنصارى والمشركين، في نار جهنم خالدين فيها، يعني أبد الآبدين، أولئك هم شر البرية، شر الخلق، شر الخلق. ثم بيّن سبحانه وتعالى حسن عاقبة المؤمنين، لأن القرآن مثاني، لما يتكلم عن أهل الإيمان يتكلم عن أهل الشرك، ولما يتكلم في الترغيب يتكلم في الترهيب، وهكذا دواليك. فقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا، يعني بقلوبهم، وعملوا الصالحات، يعني بجوارحهم، أولئك هم خير البرية، أولئك هم خير الخلق، أولئك خير البرية، يعني هم خير الخلق. فبين سبحانه حسن عاقبة الحسنى، عاقبة المؤمنين، فيقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير الخليقة، ثوابهم عند ربهم. قال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. جنات عدن سميت عدن بهذا الاسم الجنة، لأنها دار إقامة. فالعرب تقول: عدن فلان بالمكان، يعني أقام فيه. فلما كانت الجنة مقام ثابت وباقي أبد الآبدين خالدين فيها، ليس كالدنيا أنك مهما نعمت فإنك ستغادر هذا النعيم، أو يغادرك هذا النعيم، إما أن تفقد النعيم وأنت حي، أو تموت عن هذا النعيم. أما الجنة فهي جنة عدن، يعني جنة دار إقامة، دار مكانها إقامة أبد الآبدين. ولذلك قال سبحانه وتعالى: جزاؤهم، يعني أهل الإيمان، صلى الله عليكم وفضل العظيم، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت أنهار، أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار خمر من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، ما يحتاج إلى أنه يصفى من الشمع وصافي. والخمر لذة للشاربين، لا يصيب الشخص بالصداع كخمر الدنيا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن خمر الآخرة: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وكذلك أنهار من ماء غير آسن غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، بمعنى أنه ليس كلبن الدنيا يتغير طعمه مع طول المكث، وإنما الآخرة يختلف نعيمه عن نعيم الدنيا، ونعيم الآخرة
أنه أبد الآبدين، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. جنات عدن تجري تحت أنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا دل على أن الله أكرم أهل الإيمان، فبدأ بأنه رضي عنهم سبحانه وتعالى، ما قال رضوا عني، وإنما قال رضي الله عنهم، فقال رضي الله عنهم، وهذه منزل ليست بالهينة، نسأل الله فضله ولكم، ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. يقول إن المتصف بتلك الصفات من الإيمان بالله وعلم العمل الصالح، هؤلاء ممن خشوا ربهم سبحانه وتعالى فأورثهم ذلك النعيم. فقال سبحانه وتعالى، طيب نشوف الآن الفوائد على هذه الآيات. من الفوائد في قوله تعالى: إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا ولكم شر البرية. في قوله سبحانه وتعالى: الذين كفروا من الكتاب، لماذا بدأ بأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى قبل المشركين؟ قالوا إن أهل الكتاب كان عندهم كتاب وعندهم علم، وأهل الشرك كانوا عبدة أوثان وأصنام، فالعتب أكثر على من كان عنده علم ثم يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم مثل اليهود والنصارى، فبدأ الله بهم. ولذلك يقولون إن العلماء يقولون إن معصية العالم لربه يعني العيب أكثر من كونه يعصيه رجل جاهل، لأن العالم يعرف الله رب العالمين، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا، أنه لما ذكر حكم الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ذكر حكم المؤمنين، والقرآن الكريم مثاني وتثنى فيه المعاني، هذا تقدم الكلام عنه. أيضا من ضمن الفوائد أن في قوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، الترضي يكون عن الصحابة، ويكون عن التابعين، ويكون عن تابع التابعين، ويكون عن من كان عابدا لله على الوجه الذي يرضاه الله إلى يوم القيامة. ودل ذلك أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري تحت أنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك من خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه ليوم القيامة. لكن جرت عادة المحدثين رحمهم الله أن يخصوا الصحابة بالترضي عنهم، فالصحابة يترضى عنهم، يقال رضي الله عنهم وأرضاهم الصحابة. التابعون لهم بإحسان، يقال رحمه الله. الإمام أحمد مثلا يقال عنه رحمه الله، الشافعي رحمه الله تابعي، وإن قيل رضي الله عنه ما في بأس، لكن الذي عليه العلماء أن الترضي يكون عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال أن يخص الصحابة، لكن جرت عادة المحدثين رحمهم الله أن يخص الصحابة بالترضي عنهم ومن بعدهم بالترحم عليهم، فيقول في الصحابة رضي الله عنه، ويقول في من بعد الصحابة رحمه الله، ولكن لو أنك قلت للصحابة رحمه الله وفي غير رضي الله عنه فلا حرج عليك، إلا إذا خشيت أن يتوهم السامع بأن التابعي صحابي والصحابي تابعي. فهنا لابد أن تبين فتقول: قال ابن مسعود وهو من الصحابة رحمه الله، أو قال مجاهد ومن التابعين رضي الله عنه، حتى لا يتوهم أحد أن ابن مسعود من التابعين ومجاهد من الصحابة. ونبه على ذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى رعى الدرب عن طريق الواسطة النقل. يقول تعالى: إن الذين عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قد استدل بهذا لأبي هريرة وطائف من العلماء على تفضيل المؤمنين على البرية، وعلى تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة. وفي قوله تعالى: جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت أنهار خالدين فيها، أن الجنة لا تفنى، وفيها بشارة بأنها مسكنهم الخالد. فهذه الآيات العظيمة التي سمعتموها من سورة البينة، أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول: إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، قال عنهم: أولئك هم شر البرية، شر الخلق يعني. ثم ثنى بالمؤمنين فقال: إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم أولئك هم خير البرية، خير الخلق، نسأل الله لك فضل العظيم. قال: جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت أنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك من خشي ربه. والحديث بقية إن شاء الله في السورة التي تليها، وهي سورة القدر، وهي سورة إن أنزلناه في ليلة القدر بإذن الله في جلسة قادمة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجدام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.